طيب كنت بتكلم قبل ما ياخد شريف، كنا بنتكلم على حكم مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية. الاتحاد الأفريقي كلف الحكم الغيني، خلي بالك هو من غينيا مش من غينيا الاستوائية، طبعا مش هينفع يبقى من غينيا الاستوائية، لكن هو حكم غيني اسمه أحمد سيكو توري بإدارة مباراة الأهلي أمام كانو سبورت والتي ستقام في غينيا الاستوائية يوم 14 ديسمبر الجاري. مهم يعني مهم بجهازه بالمساعدين بتوعه وكلام من ده. لكن في حاجة لفتت نظري قبل الحلقة في الحقيقة، وهو فيما يتعلق بتقرير جريدة الشروق واللي قالت إن في تقارير بتشكك في ذمة حكم مباراة الأهلي وكانو سبورت. لا نقف هنا بقى. المباراة مش هتبقى بدرجة الصعوبة الكبيرة، هي طبعا مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا مباراة صعبة، وهي بالنسبة لنا احنا صعبة شوية لأن هي بداية جديدة للنادي الأهلي من خلال جهاز فني جديد ومشوار نفسنا إن احنا نوصل فيه للآخر وناخد البطولة. لكن لازم نقف عند الموضوع ده لأن فعلا جريدة الشروق بتقول إن أثارت عدة تقارير صحفية في وقت سابق الشكوك حول ذمة الحكم وسط تلميحات بمحاباته للمنتخب النيجيري تحديدا، وده من خلال صحيفة اسمها سوكر نيجيريان واللي ألقت الضوء على عدم نسيان جماهير زامبيا لخطأ الحكم الفادح عندما ألغى هدفا لمنتخب بلادهم أمام نيجيريا في تصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2018. غير كده كمان ده بعد طبعا الاعدادات التلفزيونيه اثبتت ان هو اخطا، يعني مره اخرى احتسب الحكم هدفا للمنتخب النيجيري امام نظيره التونسي خلال التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2019، حيث اثبتت الاعاده التلفزيونيه وجود مسجل الهدف في موقف تسلل. فالموضوع مقلق. وفقا لموقع كمان جول العالمي اللي نقل عن شبكه وي وسبورت ان الحكم تم ترحيله العام الماضي إلى بلاده من بطولة كأس كوسوفا بعد تعامله المثير للجدل مع مباراة زيمبابوي ضد مدغشقر. فموضوع غريب شوية. الاتحاد الأفريقي الأمور ماشية إزاي؟ يعني تحديد لجنة الحكام هناك والتفكير عندهم إيه؟ هل هم كمان هيطوروا؟ لأن الحكام الأفارقة بشكل عام سيبهم الحكام المصريين، الحكام المصريين محتاجين تطوير وإحنا بنتكلم كل يوم في الموضوع ده. لكن حكام أفريقيا بقى بشكل عام بنشوف فضايح في الحقيقة كتير. كلنا طبعا فاكرين لامبتي الحكم اللي تم شطبه أصلا، وإيه بعد ما إدى الكاس للترجي أو أهل الترجي على حساب بطولة دوري أبطال أفريقيا 2011 على ما أتذكر، وبعد كده في تصفيات كاس العالم ماتش ما بين جنوب أفريقيا والسنغال وماتش اتعاد وثبت إن الحكم ده كان يعني مرتشي يعني طبقا طبعا الاتحاد الأفريقي يعني وتم شطبه. فلو الامور بتتشابه ليه يبقى في لغط؟ يعني ليه بنختار حكام ما بيبقوش مميزين او كمان عليهم كلام كتير يعني؟ فاتمنى الاتحاد الافريقي يتجنب كل هذه الامور وندي فرصه حتى للحكام الجدد يثبتوا نفسهم في ادوار تمهيديه زي دي. دور 32 ممكن يقول لك الماتش سهل، الاهلي نادي كبير، فريق كانو سبورت لسه فريق حديث الانشاء، انشا في 2014 وكان من ده، فخلاص نديله الماتش ده خلاص. لا، لازم يبقى في حسابات دقيقه جدا بخصوص الحكام اي مباراه بشكل عام. فمش عارف، هنتابع الموقف ونراقب اداء الحكم في مباراه الاهلي وكانو سبورت وان شاء الله نتمنى له يكون موفق. لكن دي تقارير كان لازم نتطرق ليها قبل هذه المباراه، وان شاء الله باذن الله الامور تبقى كويسه. طيب